عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أهلا سؤال في وسهلا، المواريث؟ اتفضلي تحت أمرك. ليا أخت كنا إحنا إخوات شارين لها شقة، إحنا 3 إخوات، إحنا 4، الأخت الرابعة بتاعتنا اشترينا لها شقة عشان تعيش فيها، وكل واحد كان دافع فيها سهم يعني. كتبنا عقد ما بيننا وبين بعضنا إن كل واحد دافع كذا وهي دفعت كذا. ايوه. دلوقتي الأخت دي اتوفت، مين اللي يورثها؟ ما هي مش متزوجة. يعني عقد الشقة باسمكم انتوا الأربعة؟ لا لا لا، باسمها هي، بس عقد احنا الشقة كتبنا بيع وشراء باسمها هي. لكن احنا كتبنا ورقة بمبلغ كل واحد كان دافع ايه. هي لما توفت ملهاش، مش متزوجة، وليها احنا الاخوات اختين منهم ليهم صبيان، واخت تانية ملهاش غير بنات، ولينا ابن عم وابنة عمة. ابن عم وابنة عم. ابنة عمة. طيب والوالدة موجودة أو حاجة؟ أو لا 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 الوالد؟ لا 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 لا. طب والأخوات كلهم على قيد الحياة؟ مين اللي على قيد الإخوات؟ يعني أنتوا ثلاث إخوات بنات دلوقتي على قيد الحياة. 3 إخوات ربنا بنات على يبارك قيد فيكم الحياة. ويحفظكم يا رب. 2 منهم جايبين ذكور، وواحدة منهم جايبة إناث. تمام. حاضر. طيب نرد عليه على طول يا دكتور علي؟ طيب. في هذه الحالة ما دام عقد الشقة مكتوب باسم هذه البنت التي توفيت، فهذه الشقة أصبحت ملكا له، بصرف النظر من الذي دفع أكثر ومن الذي دفع أقل، أو كلنا اشتركنا في شراء هذه الشقة، ما لي علاقة. ولكن هذه الشقة كانت مملوكة لهذه البنت وكانت في ذمتها المالية، فلما توفيت أصبحت هذه الشقة تاركة عنها. وعلى هذا فسنبحث عن الورثة حتى نورثهم هذه الشقة. لما بحثنا عن الورثة وجدنا 3 أخوات شقيقات وابن عم وبنت عم. طب هل كل هؤلاء ورثة؟ لا، مش كل هؤلاء ورثة. طب من الذي يرث؟ الذي يرث 3 أخوات الشقيقات وابن العم، ولا ترث بنت العم لأنها من ذوي الأرحام. طب خلينا في الورثة. الأخوات الشقيقات لهن 3/3 التركة بالسوية بينهن فرضا، والباقي بعد 3/3 لابن العم تعصيبا. قال له بس ابن العم ما دفعش حاجة في الشقة. ما يجراش حاجة، ولكنه يرث ما كانت تملكه المورثة. عشان ما يختلطش الأمر عليهم يا دكتور علي، التي مسألة توفي. احنا ساعدناها ما ساعدناهاش، طالما الشقة خلاص اتكتبت احنا خدنا باسمها. ثواب، احنا خدنا ثواب المساعدة، وخدنا ثواب البر والصلة، وكتبنا الشقة باسم أختنا. أختنا أصبحت تمتلك شقة ثم توفيت، فهذه الشقة تركة عنها لمن؟ للورثة. من الورثة؟ 3 أخوات شقيقات وابن عم. الثلاث أخوات شقيقات لهن 3/3 التركة، وابن العم له الباقي تعصيبا. وحتى دي مثال كده على العصابات اللي كنا لسه بنتكلم عليها.